خلينا نشوف مثال على الموضوع هذا. In the figure, find. هذا السلك أثرت عليه قوة خارجية فحركته. وصل بعد فترة لهون. هاي المسافة اللي هون هي 5 سنتيمتر. السرعة اللي تحرك فيها السلك هي 2 متر بير سكند. R معطينيها في السؤال هي 4 متر بير سكند. 4 أوم. عندنا المجال المغناطيسي اتجاهه نحو الخارج. معطيني طول السلك يساوي 10 سنتيمتر. المسافة اللي صار السلك بعيد عنها هاي هي 15 سنتيمتر. يعني كم مقدار الإزاحة راح يكون اللي هون؟ حيكون 10 سنتيمتر. البي هذا الماجنتيك فيلد هو 2 تسلا. هو 2 تسلا. المطلوب في هذا السؤال نطلع أول إشي بدنا الديسبليسمنت اللي هي الدلتا إكس اللي مشاها السلك. 2 بدنا الفترة الزمنية اللي استغرقها هو يتحرك. 3 بدنا التشينج إن أريا، أريا ديفرنس بتوين ذا إنيشيال أند فاينل بوزيشنز. بدنا مقدار التشينج إن فلكس دلتا فاي. 5 بدنا الإلكتروموتيف فورس، إنديوسد إلكتروموتيف فورس. 6 بدنا الانديوست كرنت اللي هو I. 7 بدنا الابلايد فورس كم بتساوي اللي اثرنا فيها، وبدنا الماجنتيك فورس كم بتساوي. 8 مطلوب الاخير بدنا الباور، كم مقدار القدرة مستهلكة في تحريك هذا السلك في شده. اوكي، هلا بالنسبة للدلتا اكس واضح انه دلتا اكس بتساوي 15 ناقص 5 سنتيمتر، يعني الجواب راح يطلع 10 × 10^2 متر. هذا بالنسبة لإيش؟ لإزاحة السلك من 5 صار 15. هلا 2 بدنا دلتا تي، كم مقدار الفترة الزمنية؟ احنا بنعرف انه السرعة بتساوي المسافة على الزمن. اذا دلتا تي راح تساوي المسافة على السرعة، المسافة اللي هي 10 × 10^2، وسرعة تحريك السلك هي مطاف السؤال 2 متر بير سكند. راح يطلع الجواب 5 × 10^2 سكند. نقدر نحكي 5 سنتي سكند، نقدر نحكي 3. بدنا هلا نحسب change in area. هلا change in area بتساوي L اللي هي طول السلك مضروب في دلتا X، فراح يطلع 10 سنتي 10 × 10^2 ضرب دلتا اكس اللي هي 10 × 10^2. راح يطلع الجواب 100 × 10^4 متر مربع. هذا بالنسبة للتشينج ان اريا. 4 بدنا دلتا فاي. دلتا فاي تساوي بي في دلتا اي في كوساين ثيتا. البي بتساوي 2، الدلتا A بتساوي 1 × 10^2 اللي هي هاي، والثيتا بتساوي 0 فكوساينها 1، فبيطلع الجواب 2 × 10^2 ويبر. هاي هي الدلتا فاي. هلا 5 بدنا induced E. E induced بتساوي ناقص دلتا فاي على دلتا T، اعتبرنا الـN بتساوي 1. دلتا فاي هي 2 × 10^2 مقسوم على الفترة الزمنية اللي هي 5 × 10^2، فبيطلع الجواب 0.4 فولت. دلتا فاي موجبة، منساش السالب اللي هون، إذا E بتساوي سالب. هلا 6 بدنا الـI الـ induced current. I بتساوي
انديوس طبعا مطلق الاي مقسوم على ار. هلا الاي اللي هي 0.4 مطلقها موجب راح تطلع، ار اللي هي معطينيها بالسؤال بتساوي 4 اوم، بيطلع الجواب 0.1 امبير. هلا بدنا اتجاه الاي، الاي اتجاهه حسب اليد اليمنى، اتجاه الفي اتجاه اليمين، الماجنتيك فيلد للخارج اذا راح يكون للاسفل، فالتيار الكهربائي اي اتجاهه نحو الاسفل هيك. هذا هو اتجاه الاي. اذا راح يكون باتجاه ايش؟ الماينس جي هات نحو الاسفل عبر السلك المتحرك. هلا سبعة بدنا الابلايد فورس، اف ابلايد بتساوي هي نفس الاف ماجنتيك فيلد اللي هي راح تكون اي في ال في بي، ويساوي التيار طلعناه 0.1، ال ال بتساوي 10 سنتيمتر، الماجنتيك فيلد اللي هو 2، فبيطلع الجواب 2 في 10 أس سالب 1 يعني 0.2 نيوتن. لكن المهم الآن نعرف إنه الإف أبلايد اللي هي القوة اللي إحنا أثرنا فيها راح تكون باتجاه اليمين. ليش؟ لأنها مع اتجاه الفي دائما مع اتجاه السرعة، إذا راح تكون على اليمين. هاي لمين؟ هاي لإف أبلايد، وراح تكون ماينس آي هات يعني على اليسار، لأن دائما القوة المغناطيسية عكس القوة الخارجية، القوة الخارجية يمين القوة المغناطيسية راح تكون يسار. لمين هاي؟ للإف بي القوة المغناطيسية. أوكي، مطلوب الثامن والأخير بدنا الباور، فبنحكي هلا الباور بتساوي إي تربيع مقسوم على R، ويساوي إي طلعناها 0.4 تربيعها 0.16 مقسومة على R اللي هي بتساوي 4، فبيطلع الجواب 16% على 4، 4 في 10 أس سالب 2 4% وات، 4% وات. هذا تطبيق على سلك عماله بيتحرك، سلك مستقيم بيتحرك داخل مجال مغناطيسي. أوكي تمام. هلا في عنا برضو حالة خاصة، لو حكالي مثلا انه في عندي سلك مستقيم بيتحرك داخل مجال مغناطيسي، لكن هذا السلك كان مثبت، هذا السلك كان مثبت، لو افترضنا مثلا مجال مغناطيسي هيك، هاي هي البي، وفي سلك هيك موجود، لكنه مثبت من هاي النقطة. في عنا هون ايش؟ في عنا هون بيفوت مثلا، بيفوت زي نقطة تثبيت، زي برغي هيك عماله بلف بالجسم. اوكي تمام. هذا السلك الطول تبعه هو L، طوله L هلا، وقاعد بدور. هلا لما يكون في عندي جسم بدور، ما بتكلم انا ما بحكي انه سرعته سرعه دورانه ثابته اللي هي ال V، لانه سرعه الطرف اللي هون مختلف عن سرعه الطرف اللي هون، كل ما كان النقطه ابعد من نقطه التثبيت بكون سرعه دورانها اكبر، لكن كل النقاط اللي على جسم السلك لها سرعه زاويه في الدوران اكبر. اذا انا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع اوميجا. اوميجا اللي هي سرعة الدوران الزاوية اللي هي الانجلر فيلوسيتي لهذا الرد هو عماله بيتحرك. فخلينا نعتبر السرعة الزاوية اوميجا. دائما العلاقة بين الاوميجا والفي هي كالتالي، اوميجا بتساوي في مقسومة على ايش؟ على ار، ار هي البعد عن نقطة التثبيت او محور الدوران. فمثلا لو اخذنا النقطة هاي اللي هون، هاي النقطة اللي هون، اخذنا هيك جزء صغير من السلك، النقطة اللي هون بعد عن المحور راح يكون قليل، R صغيرة، وبالتالي الفي
لو حسبنا ال v راح تكون r ضرب أوميجا. الأوميجا ثابتة، سرعة الدوران الزاوي ثابتة، ال r صغيرة تطلع ال v صغيرة. لو أخذنا النقطة اللي على الطرف r بعدها عن محور الدوران راح يكون كثير أكبر، أكبر ضرب نفس الرقم راح يعطيني سرعة أكبر. إذا سرعة الطرف اللي هون أكبر من سرعة الطرف اللي هون أثناء الدوران، وبالتالي ما بصير أنا لما أشتغل أشتغل على ال v، ما بنفع، كل شغلنا راح يكون على الأوميجا. الأوميجا هي الحركة بسرعة ثابتة. خلاصة اللي بتهمنا في هيك مسألة إنه E تحسب من العلاقة التالية: E تساوي نص ضرب B ضرب أوميجا اللي هي سرعة الدوران الزاوي اللي هي الأنجلر فيلوستي ضرب L تربيع اللي هي طول السلك. وزي ما أنتوا عارفين إذا طلب مني الـ I فالـ I induced بتساوي مطلق الـ E مقسومة على الـ R. أوكي؟ إذا طلب منكم تحسبوا الـ period فالـ period بتساوي 2 باي مقسومة على أوميجا. تمام، بس بقي أكتب إنه الأوميجا هي الـ angular velocity أو الـ angular frequency مرات بسموها، والتي اللي هي البيريود او البيريودك تايم. اوكي، طبعا وحده الاوميجا هي راد بير متر بير سكند، سوري راد بير سكند، بينما السرعه العاديه هي متر بير سكند مش راد. فهنا قديش بقطع الزوايا في الثانيه الوحده. اوكي تمام، في الكتاب طبعا نحفظ القانون ونطبق عليه اذا اجانا تطبيق مباشر. في الكتاب حاطين مثال هيك لطيف، خلينا نتطرق له. لو كان في عندي مثلا مجال مغناطيسي، وفي اللي هو بي، العرض تبعه عرض المجال المغناطيسي هو 3 ايه، هذا اكزامبل في الكتاب، مش عارف اي واحد اشوفه. اوكي اكزامبل 31.6 في هون ملف مستطيل طوله بي وعرضه هو ايه، وبالتالي منطقة المجال المغناطيسي هي قد الـ A هاي 3 مرات. دخل إلى داخل المجال المغناطيسي هذا الملف، صار بعدين موجود هون، بالأخير شو سوى؟ بالأخير بلش طبعا إيش يطلع، تحرك هيك، دخل بعدين طلع. المطلوب إنه نمثل بيانيا العلاقة بين الـ E والـ X، X اللي هي المسافة هاي. فلو رسمنا المحاور بنلاحظ ما يلي، هاي X هون. رح نلاحظ إنه في البداية المجال المغناطيسي كان خارج منطقة المجال، الملف كان خارج منطقة المجال المغناطيسي، إذا تدفق في البداية بيساوي صفر. فجأة بدأ يدخل منطقة المجال المغناطيسي، فبيبدأ المساحة المعرضة للمجال تزيد، فبصير في عندي دلتا فاي، فبصير في دلتا A بينتج عنها دلتا فاي، إذا بصير في عندنا تغير في التدفق. إذا لو رسمنا فاي إحنا مع الإكس بنلاحظ في الفترة الأولى التدفق شو ماله؟ بيزيد، لحد ما السلك يدخل بكامله الملف يصير A كلياتها جوا المجال المغناطيسي. تمام، في هاي الحالة، في هاي الحالة لما يدخل مشى جوا السلك جوا المجال منطقة مقدارها أو مسافة مقدارها A بالكامل، أصبح الملف بكامله داخل منطقة المجال المغناطيسي، وبالتالي لما نحركه زيادة أكثر من منطقة العرض اللي مقداره A، أنا قاعد بحركه داخل المجال المغناطيسي. يعني باختصار،
في البداية كانت المساحة المعرضة للمجال صفر، لما دخلت صارت المساحة المعرضة للمجال تزيد لحد ما الملف كله صار جوا المجال، ووقتها بطل في عندي مساحة زيادة تتعرض للمجال، أصبحت المساحة المعرضة للمجال ثابتة. فبعد ما يمشي الطرف اللي هون، طرف السلك هذا اللي هون، بعد ما يدخل لجوا مسافة مقدارها A، رح يصير الملف بالكامل جوا المجال، وبالتالي رح يصير المساحة المعرضة للمجال ثابتة ورح يثبت التدفق، يبطل يزيد. إذا بعد ما يمشي مسافة مقدارها A، بصير مقدار التدفق إيش ماله ثابت. طيب لحد متى هذا الحكي رح يستمر؟ تخيلوا مشى مسافة A جوا، كم المسافة اللي رح تكون ضايلته؟ رح يكون ضايله 2A، لأنه المسافة كلها 3A هون، فرح يمشي مسافة 2A ومقدار التدفق ثابت. لما يصير ماشي 2A جوا الملف، يعني يكون كله مشى مسافة مقدارها A هون و3A، يعني بده يوصل هون ل3A باختصار، ايش اللي رح يصير هلا؟ رح يبدأ الملف يخرج خارج المجال المغناطيسي، رح يطلع منه، بحيث انه لما يمشي هذا الطرف مسافة A خارج المجال بيكون التدفق انعدم بالكامل، فرح يمشي كمان A زيادة، يعني لحد مسافة مقدارها 4A. وقتها شو نقول؟ نقول انه اصبح مقدار التدفق المغناطيسي بيساوي صفر، بعدين خلص بيروح. هذا محور الاكسون، تمام. فهاي رسمة مين؟ هاي رسمة فاي مع الاكس. هلا من رسمة فاي شو بنقدر نعمل؟ نقدر نرسم احنا رسمة الاي مع الاف مع الاكس. كيف راح تكون رسمة الاي؟ هلا هون هاي طبعا صفر، الاي بتساوي صفر. في هاي الفترة اللي المسافة اللي مقدارها ايه، تدفق الكهربائي زاد. طبعا لو بدي اعرف انا قيمته هون كم راح تكون، راح تكون قيمة التدفق المغناطيسي هي بي مجال المغناطيسي مضروب في المساحة اللي هي A في B، B ضرب A small ضرب B small، تمام. هون الـ E بتساوي الـ phi مقسومة على الـ time، تلتا phi مقسومة على الـ time، الـ time اللي هو طبعا T. لو أخذنا إحنا المسافة الأفقية اللي هي A وقسمناها على الـ time بيعطينا الـ V، الـ velocity اللي هي السرعة اللي قاعد يمشي فيها السلك داخل المجال المغناطيسي. وبالتالي في الفترة A، في الفترة هاي اللي الـ phi قاعدة بتزيد فيها التدفق بزيد، يعني دلتا phi رح تكون موجبة، E حتكون سالبة. إحنا بنعرف إنه E هي ناقص دلتا phi، إذا أنا أحصل على قيمة دلتا phi إيش مالها؟ قيمتها راح تكون سالبة. من عند الـ A لعند الثلاثة A راح نلاحظ إنه التدفق راح يكون ثابت، إذا راح يطلع لي صفر. E بتساوي دلتا phi، دلتا phi بتساوي زيرو لأنه phi ثابت. هلا من ثلاثة A لعند الأربعة A إيش اللي قاعد بيصير عنا؟ اللي قاعد بيصير عنا إنه التدفق قاعد بقل، يعني دلتا فاي راح تكون سالبة، فبطلع عندي اي موجبة، لأنه اي بتساوي سالب دلتا فاي. إذا دلتا فاي سالبة الاي بتطلع موجبة. هلا إيش الرقم اللي هون؟ الرقم اللي هون اللي هو بي في ال طول السلك اللي هو بي مسمينه ضرب السرعة في، ضرب السرعة في، أو إذا بدنا فاي اللي هي بي في اي في بي على التايم. بس التايم المسافة الأفقية، السرعة الأفقية هي المسافة الأفقية على التايم، فبقدر أحط V بدل A على T. إيش رح يكون الرقم اللي عندي هون؟ رح يكون هو ناقص B في B في V، بس بالسالب، تمام. هلأ إذا بدي أرسم، إذا بدي أرسم رسمة الفورس المؤثرة، قوة المؤثرة على هذا السلك، كيف رح تكون؟ طبعا هون بس ضل نحكي هاي الزيرو، هاي الاي، هاي الثلاثة اي، وهاي الاربعة اي، زي ما حكينا هون، هاي الزيرو، هون الاي، هون الثلاثة اي، هون الاربعة اي. الفورس هلا الاف ايش قانونها؟ الاف بتساوي اصلا، خلينا نكتبها هون، الاف بتساوي اي في ال في بي ضرب بي. طيب الاي هي الاي على ار، هي على ار، وهي ال وهي بي، صح؟ طيب
بس ضل اكتب هون الاي، بس الاي اصلا هي ال في بي في في، اذا راح تكون في في ال تربيع في بي تربيع. هذا هو قانون مين؟ قانون الاف. اذا راح نسمي، انا راح اسمي هذا المقدار مثلا اف نوت، هيك راح اسميه عشان ما اكتبه كلياته هون على الرسمه. في البدايه لما تكون انا عندي فيها الاي سالب بي في، انا باخذ ايش الاي؟ الاي هون هي مطلق الاي على ار، فانا باخذ قيمه الاي بدون اشاره السالب، اذا راح يقلب الاف كله بالموجب. راح تكون هيك، بعدين راح تكون صفر هون، بعدين راح تكون هيك. القيمة هون هي نفسها اللي هي اف نوت، اف نوت اللي هي في في ال تربيع في بي تربيع على ار. هاي الرسمة صفحة 947 اللي هو زي ما حكينا اكزامبل 31.6. تمام. في طلعت شغلة نسيت أحكي عنها بالنسبة للسلك المستقيم اللي كان بيتحرك جوا المجال المغناطيسي. لو رسمت لكم إياه هيك لحاله، هاي السلك المستقيم حركناه إحنا باتجاه اليمين، سرعة مقدارها فيه. هلا لما نحركه حكينا حسب قاعدة اليد اليمنى، الفي هيك والفي للداخل رح تولد تيار كهربائي نحو الأعلى، يعني الشحنات الكهربائية اللي فوق، أو خلينا ننظرها بشكل آخر، إنه السلك بيحتوي على شحنات موجبة أو اللي هي الشحنات الافتراضية والشحنات السالبة. فالشحنات اللي جوا السلك لما نحرك السلك على اليمين، الشحنة بتروح على اليمين والمجال المغناطيسي للأسفل، فالقوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنة اللي حسب هذا القانون اف بي أخذناها في شابتر 29 هي كيو في 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 بي في ساين ثيتا. طبعا ثيتا عندنا 90 درجة. الشحنة بتروح على اليمين مع السرعة والمجال للداخل، فالقوة اللي على هاي الشحنة راح تكون لوين؟ راح تكون للأعلى، فراح تطلع الشحنات الموجبة وين تتجمع؟ راح تتجمع فوق كلياتها، راح تتجمع في الأعلى. والسالبة راح تتحرك بعكس اتجاه اليد اليمنى، راح تتجمع في الأسفل. فبما انه صار في عندي في الاعلى شحنات موجبه وفي الاسفل شحنات سالبه، راح يصير في زي كانه عندي صفيحتين. شو راح يتولد بيناتهم؟ راح يتولد بيناتهم مجال كهربائي اي. فصار في عندي مجال مغناطيسي هون ومجال كهربائي. انتقال الشحنات بتاثير المجال المغناطيسي راح يستمر لحد ما يصير في عندي قوه كافيه من المجال الكهربائي تعاكس قوه المجال المغناطيسي. لأن الشحنات الموجبة وين اتجاه القوة الكهربائية عليها؟ رح يكون مع اتجاه المجال للأسفل، والقوة المغناطيسية عليها نحو الأعلى، فدول القوتين شمالهم عكس بعض. لو طبقت القوتين هذول عكس بعض وساويناهم ببعض، قوة المجال الكهربائي رح تساوي قوة المجال المغناطيسي المؤثر على الشحنة الواحدة. أنا ما بحكي عن السلك كامل. مرة تانية، لما نحرك السلك على اليمين، يعني كل شحنة داخل السلك راح تمشي مع السلك، راح تمشي على اليمين، فالشحنة اتجاه حركتها لليمين، المجال المغناطيسي نحو الداخل راح تكون اتجاه القوة المغناطيسية نحو الأعلى. إذا في عنا قوة مغناطيسية اسمها اف بي راح تكون نحو الأعلى. شو راح تسوي هاي القوة المغناطيسية في الشحنات الموجبة؟ راح تحركها معها، هتحرك السالب عكسها، فالسالب راح يتجمع تحت والموجب راح يتجمع فوق. هلا بعد ما يتجمع الموجب فوق والسالب تحت، راح يتولد بيناتهم مجال كهربائي اتجاههم من الموجب للسالب. هذا المجال شو بيعمل بالشحنات؟ بيأثر عليها بقوة، والاتجاه القوة هاي للأسفل. إذا راح يصير في عندي على كل شحنة أيضا قوة كهربائية اللي هي F من المجال الكهربائي جاية، عكس اتجاه القوة المغناطيسية. بيستمر انتقال الشحنات طالما اف بي اكبر من اف اي، لحد ما يصير في عندي كميه كافيه من الشحنات فوق وتحت. هذا بيؤدي الى انه قيمه الالكتريك فيلد تصير اكبر، وبالتالي بيصير قوه الاف اي اكبر، فبتكبر لحد ما يتساوى مع بعض. مجرد ما يتساووا بتبطل الشحنات لا تطلع فوق ولا تطلع تحت، لان القوتين اللي عليهم متساويات بيلغوا بعض. لو عوضنا في اف اي بتساوي اف بي، اف اي هي كيو في اي، والاف بي هي كيو في 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 بي. طبعا في ساين التسعين الكيو مع الكيو راح تروح. اذا انا ممكن احصل على علاقة انه الفي بتساوي اي مقسومة على البي. فلو سألني عند اي لحظة
راح يتوقف او راح نوصل على اللي بنسميه احنا الستيدي ستيت. ستيدي ستيت الحاله المستقره او الحاله الثابته راح نحصل عليها لما تكون سرعه السلك بتساوي اي على بي. اذا سرعه السلك بتساوي اي على بي راح يتوقف انتقال الشحنات داخل السلك. فانا حبيت بس انبهكم على هاي النقطه. اوكي تمام. اذا بدنا نتعلم كيف نحسب او نحدد اتجاه المجال الكهربائي داخل الملف اللي بيتحرك جوا مجال مغناطيسي، لازم نتطرق للموضوع الاخير قبل ما نحكي عن هاي الشغله في هذا الشابتر، اللي هو لينز رول او لو، قانون لينز. قانون لينز، قانون لينز طبعا هو مش مسألة رياضية، مش قانون رياضي عليه حسابات ابدا. قانون لينز هو قانون بفسر الإشارة السالبة في قانون فاراداي. قانون فاراداي زي ما شفنا احنا، قانون فاراداي وكالتالي قانون فاراداي هو E تساوي ناقص N D فاي أو دلتا فاي على دلتا دي. حكينا إنه إذا التدفق بزيد يعني دلتا فاي راح تكون موجبة، E راح تطلع سالبة. إذا التدفق بقل دلتا فاي حتكون سالبة، مع السالبة اللي هون راح تطلع E موجبة. فإشارة E هي دائما مخالفة لإشارة دلتا فاي دائما. هلا هذا الحكي بتفسر من خلال قانون لينز. قانون لينز شو بيحكي؟ قانون لينز طلعوا كيف. قانون لينز بيحكي لنا انه يتولد تيار كهربائي حثي في الملف بحيث يعاكس التدفق، التغير في التدفق المغناطيسي الذي كان سببا في توليده. خليني اوضح اكثر. لو كان في عندي مثلا ملف هون موجود، ملف لولبي، هاي R، هاي نقطة A، هاي نقطة B، وكان في هون نورث بول وبيطلع منه خطوط مجال مغناطيسي، تخترق الملف. هلا اذا كان المغناطيس ثابت فالتدفق ثابت وما في عمليه حث اصلا، ما في تيار حثي. لكن السؤال بيبدا اذا هذا المغناطيس يتحرك، اقترب من الملف. اذا اقترب المغناطيس من الملف شو بصير عندنا؟ خلينا ناخذهم هيك واحده واحده. اذا اقترب المغناطيس من الملف، التدفق المغناطيسي خلال الملف راح يزيد التدفق. هلا حسب قانون لينز يعمل الملف على انقاصه. شو بده يعمل الملف؟ بده يولد قوة دافعة حثية تنقصه، لأن القوة الدافعة الحثية هي سالب دلتا فاي. دلتا فاي موجبة تدفق بزيد، فدلتا فاي سالب، القوة الدافعة الحثية هي سالب دلتا فاي. إذا إي بدها تتولد عشان تنقص هذا التدفق اللي قاعد بزيد. تدفق بزيد بدنا نقصه. طيب هلا ما هو سبب زيادة التدفق؟ مش تدفق بزيد، ايش سبب الزيادة؟ اقتراب المغناطيس، المغناطيس قاعد بيقترب. فشو بيعمل الآن الملف عشان ينقص التدفق؟ بده يحاول يبعد المغناطيس. هلا كيف بده يبعده؟ عشان يبتعد المغناطيس شو بتولد هون؟ قريب من المغناطيس، قطب شمالي، وبعيد عنه شو بتولد؟ هون قطب جنوبي. نورث مع نورث تنافر، فبيبدأ يقترب بلاقي فيه نورث قريب منه، بصير فيه تنافر بينهم. إذا الملف عشان يخلي التدفق يقل ويبعد المغناطيس بيروح بيعمل هون قطب شمالي هون قطب جنوبي. لكن كيف أصلا حيتولد قطب شمالي وجنوبي؟ عشان يتولد هون قطب شمالي هون قطب جنوبي، لازم قبل ما يتولدوا هدول يمر مجال مغناطيسي داخل الملف اتجاهه هيك، زي ما شفنا في الشابتر السابق وحكينا أنه بلزمنا في الشابتر اللي بعده. لازم يمر مجال مغناطيسي داخل الملف باتجاه اليمين، ودائما لما يكون في مجال داخل الملف اللولبي باتجاه اليمين او باتجاه، مش شرط هو اتجاهه يعني،
رح يكون عند الطرف اللي المجال بيخرج من الملف منه قطب شمالي، محل ما بيدخل الملف بيدخل المجال في الملف بيكون قطب جنوبي. يعني اتجاه المجال رح يكون من الجنوبي للشمالي داخل الملف. لكن حتى هذا المجال المغناطيسي أصلا عشان يتولد لازم يمر تيار في الملف. التيار هو اللي بيولد هذا المجال، والمجال هو اللي بيصنع هاي الأقطاب، والأقطاب هاي هي اللي بتقلل التدفق وبتخلي المغناطيس يبتعد. طيب إذا عشان يتولد مغناطيس، مجال مغناطيسي نحو اليمين، لازم يمر تيار في الملف اللولبي. حسب قاعدة اليد اليمنى، عشان يمر تيار، عشان يمر مجال نحو اليمين، لازم نحط الإبهام مع اتجاه البي هذا المجال، فلازم اتجاه التيار يكون من تحت الرول جاي للأعلى. إذا رح يكون اتجاه التيار الكهربائي هيك، ومن هون بده يكون نازل. فطبقنا قانون لينز لمعرفة اتجاه التيار الحثي، هذا هو I induced current. كيف عرفنا اتجاهه؟ عرفنا اتجاهه من خلال قانون لينز. خليني ألخصها مرة تانية بشكل سريع. اقترب الملف يعمل اقترب المغناطيس يعمل الملف على إبعاده، وذلك لإنقاص التدفق الذي قاعد يزيد. فحتى يبعده بيولد قطب مخالف، قطب مشابه قريب منه، نورث جنب النورث وساوث بعيد. هلا نورث هون وساوث هون، يعني المجال رح يكون باتجاه النورث داخل الملف. عشان يكون المجال لليمين حسب قاعدة اليد اليمنى بده يكون التيار طالع من تحت الرول وبعدين بلف بالعكس في الجهة الثانية. إذا اتجاه التيار حيكون من B إلى A من خلال المقاومة الكهربائية. طيب لو رسمنا نفس الرسمة هلا بالضبط وأخذنا هاي R هاي A هاي B، نفس الإشي النورث هون، بس النورث قاعد بيبتعد، النورث عماله إيش ماله بيبتعد. طلع شو بصير هلا؟ هلا إذا المغناطيس كان عماله بيبتعد، شو بصير في التدفق عبر الملف؟ بقل، تدفق بقل، فيعمل الملف على زيادته. يعني العكس، إذا التدفق بزيد يعمل الملف على إنقاصه، تدفق بقل يعمل الملف على زيادته. طب ليش هون بنقصه هون بده يزيده؟ حسب قاعدة لينز. هاي قاعدة لينز، إنه بده يتولد عندي قوة دافعة حثية وتيار حثي حتى تقاوم التغير في التدفق. شو نوع التغير في التدفق هون؟ زيادة في التدفق، فبيقاومها بنقصه. شو نوع التغير هون؟ نقصان في التدفق، فالملف بيزيده، يقاوم التغير مهما كان. أوكي، هلا بما أنه لما يروح الملف على اليمين، المغناطيس على اليمين التدفق بقل، فبيحاول الملف زيادة التدفق، وذلك بتقريب المغناطيس المبتعد. نورث عماله بيبتعد، عشان نشده لعنا شو بنحط هون؟ حط الساوث، الساوث بيجيب النورث، بينهم تجاذب، بنحط هون إيش؟ حط هون نورث. فبناء عليه حيكون اتجاه المجال باتجاه اليسار، هذا هو المجال. وحسب قاعدة اليد اليمنى يكون المجال اليسار بده يكون طالع من فوق إيش؟ من فوق الرول، يكون من هون طالع من هون نازل. فاتجاه التيار الحثي رح يكون حسب قاعدة لينز من A إلى B عبر المقاومة. هون لاحظوا كان من B إلى A، هون صار من A إلى B لما عكست اتجاه حركة المغناطيس. نفس الكلام راح ينطبق لما يكون في عندي هون ساوث بيقترب، لما يكون هون ساوث شو بنحط جنبه؟ ساوث، فبصير المجال بالعكس وهكذا. طب لو اخذنا الان شكل مختلف شوي، شو رايكم نحكي عن هاي الحاله اللي درسناها قبل شوي؟ لو كان في عندي هذا الشكل مثلا، حركناه باتجاه اليمين، هاي هي الفي، بدنا نعرف اتجاه التيار الحثي. اتجاه التيار الحثي واضح حسب اليد اليمنى، هاي الفي للداخل رح يكون نحو الأعلى، فاتجاه التيار معروف انه نحو الأعلى لهناك لفوق. لكن انا بدي اطلع اتجاه التيار حسب قاعدة لينز، حسب قاعدة لينز. خلينا نشوف كيف نحكي. اذا تحرك السلك على اليمين تزداد المساحة المعرضة للمجال، فإذا زادت المساحة زاد التدفق، لأنه دلتا فاي هي بي ضرب دلتا اي، كل ما اي تكبر دلتا اي رح تكون أكبر، وبالتالي رح تصير دلتا فاي أكبر، زاد التدفق، فيعمل الملف على إنقاصه.
لاحظوا هون ما في مغناطيس مقترب ومبتعد، هون في مجال بتدفق، يعني مجال مرسي بيزيد وبقل، فاذا حركنا المساحه لليمين يزداد التدفق فيعمل الملف على انقاصه. كيف الان الملف بده ينقص التدفق المغناطيس اللي بيخترقه، وذلك بتوليد مجال مغناطيسي يعاكس المجال الاصلي الموجود. المجال الاصلي الموجود عندنا في السؤال لوين اتجاهه؟ اتجاهه للداخل، داخل الصفحه. فالملف شو بيعمل عشان ينقص التدفق اللي قاعد بيزيد؟ بروح بيولد مجال عكس المجال الاصلي. لوين اتجاهه؟ للخارج، لانه المجال الاصلي للداخل. حتى يكون المجال للخارج وحسب قاعده اليد اليمنى بده يكون التيار بهذا الشكل، يعني من هون طالع بلف هيك زي ما احنا شايفين. خلينا ناخذ نفس المساله، لكن كيف لو كان هيك؟ نفس السؤال بالضبط. لكن حركنا السلك لوين؟ حركناه لليسار. حسب قاعدة لينز نشوف شو بصير. الآن لما يتحرك السلك لليسار، المساحة المعرضة للمجال بتقل. فيعمل الملف على زيادته. يقل التدفق. يعمل الملف على زيادة التدفق. دائما اللينز بالعكس. يعمل الملف على زيادة التدفق اللي قاعد بقل. طبعا سبب نقصان التدفق هو نقصان المساحة، فيعمل الملف على زيادة التدفق اللي قاعد بقل. هلا كيف الملف يزيد التدفق؟ بيولد مجال مغناطيسي. دائما الملف بيولد مجال مغناطيسي سواء هون أو هون، سواء على هدول التنتين أو على هدول. كيف يعمل الملف زيادة التدفق المغناطيسي؟ بحيث أنه يولد مجال مغناطيسي مع اتجاه المجال الأصلي. المجال الأصلي الموجود لوين؟ للداخل، للداخل. فشو بروح بيعمل الملف؟ بيولد مجال أيضا للداخل، لأنه التدفق قاعد بقل، فبده يعوض هذا النقصان اللي قاعد بيصير، فبدعم المجال الأصلي الموجود، فبيولد مجال نحو الداخل، فبتولد عندي تيار نحو الأسفل حسب قاعدة اليد اليمنى. بتولد تيار بهذا الشكل. لو طبقت قاعة اليد اليمنى، هي العين، هي الغين، رح يكون التيار نحو الأسفل، إذا كله منطبق. هذا بالنسبة لإيش؟ هذا بالنسبة لقاعدة لينز. ونفس الإشي أي بنقدر نحل أي سؤال. لو كان عندي مثلا ملف دائري زي هيك، أجا واحد جاب مغناطيس قطب شمالي نورث، أسقطه باتجاه الملف، شو بنحكي؟ لما يقترب المغناطيس من الملف الدائري، الملف الدائري هذا هيك، والمغناطيس عماله بيقترب منه. لما يقترب منه هيك، هي الشمالي هذا يقترب من الملف، تدفق خلال الملف بيزيد، فيعمل الملف على انقاصه. كيف؟ بده يولد مغناطيس يعاكس المغناطيس المقترب منه، فالشمالي قاعد بيقترب، شو بيعمل الملف الدائري؟ بيولد من فوقه شمالي من تحته جنوبي، يعني بيولد مجال هيك هيك بهذا الشكل. فالشمالي تبع الملف بيصير مقابل الشمالي تبع المغناطيس. انا بهمنيش الان شو رح يصير، بهمني بما انه فوق شمالي وتحت جنوبي، حسب اليد اليمنى حيكون اتجاه التيار بهذا الشكل، رح يلف التيار بهذا الشكل. إذا رح يكون هيك. أنا بهمني أعرف اتجاه التيار الحثي. هدف من لينز معرفة اتجاه التيار الحثي. إذا نزل المغناطيس بهذا الشكل بتولد التيار هيك. إذا تعدى المغناطيس لتحت بينعكس اتجاه التيار. وهكذا. أوكي تمام. هاي بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لقاعدة لينز. آخر شغلة بس بدي أحكي عنها بنكون خلصنا هيك هذا الشابتر، اللي هي كيف نطلع الإلكتريك فيلد داخل ملف. لو كان في عندي مثلا، وبدنا ننتبه ونركز كويس عشان نفرق بين هاي الحالة بين الحالات اللي اخذناها قبلها. لو كان في هذا اللي هو طبعا سكشن 4 بالكتاب، اللي هو اسمه Induced EMF and Electric Fields. لو كان في عندي مجال مغناطيسي مثلا اتجاهه نحو الداخل،
لكن هذا البي ما كان مجال مغناطيسي ثابت، هذا المجال إيش ماله؟ متغير مع الزمن، يعني depend on time. يعني البي هي فعليا function of time، تتغير مع الزمن، مجال متغير مع الزمن. أجا واحد شو سوى؟ حط لنا ملف وقعدوا هيك جوا جوا المجال المغناطيسي. أوكي، الراديوس تبعه هو R. هلا لو كان المجال المغناطيسي ثابت والمساحة ثابتة والملف بتحركش، ما في شيء بيطلع برا وبيدخل جوا، رح يكون التدفق ثابت. لكن بما إنه قيمة البي بتتغير مع الزمن، إذا التدفق المغناطيسي رح يتغير، وبالتالي رح يتولد عندنا عملية حث. التدفق معروف إنه ال دي فاي باي دي تي رح تساوي دي باي دي تي. هلا ايش هي فاي؟ فاي هي بي في اي في كوساين ثيتا. طبعا واضح جدا هون ثيتا بتساوي صفر، ثيتا هون بتساوي صفر، وبالتالي كوساين الصفر هو واحد، رح تكون بي في اي. لكن الاريا تبعت الملف اللي عندنا هي ثابته ما بتتغير، طلعها برا، اذا رح تكون اي مضروبه في دي بي باي دي تي. طبعا الاي ممكن تكون باي ار تربيع، اذا كان زي مسالتنا ملف دائري، ممكن تكون عبارة عن مثلا A ضرب B، يعني طول ضرب الأرض لو كان ملف مستطيل، وهكذا. احنا بناخد ايش؟ حسب الشكل. انا عندي مسألتي ملف دائري، ملف دائري، فمنقول اذا الدي فاي رح تساوي باي دي تي A دي بي باي دي تي. هلا احنا اللي بدنا اياها مين؟ اللي بدنا اياها E. E رح تكون بتساوي ماينس حسب عدد اللفات اللي عندنا، لو اعتبرنا عن اللفات واحد بشيل ال N، بس بشكل عام نقدر نحط احنا N في السؤال. خلينا نحطها N دي فاي باي دي تي ويساوي ناقص N. هلا دي فاي باي دي تي اللي هي هاي، اللي هي عبارة عن A في دي بي باي دي تي، عوضنا مكان دي فاي في قانون فارادي، فبنحصل على E تساوي هذا الكلام. ممتاز. لكن احنا بنعرف انه طبعا اذا فكرنا انه كيف رح يكون في عندي تيار كهربائي وانا ما في عندي اصلا طبعا تيار كهربائي، طاقة كهربائية، وفي عندي باور، من وين بتم انتاجها؟ وفعليا انا ما في عندي مصدر، ما في عندي بطارية. نحكي صحيح، لكن انا عندي المجال المغناطيسي اللي بيتغير عماله بيعمل وورك، وهذا الورك هو اللي بيظهر على شكل باور، اللي هي القدره الكهربائيه في الملف من خلال التيار الكهربائي. عشان هيك اذا احنا اخذنا الشغل الورك دان اللي راح يعمل الالكتريك فيلد، احنا لو تفرجنا، لو اعتبرنا المجال المغناطيسي قاعد بيزيد، قيمته بتزيد للداخل حسب قاعده لينز. حسب قاعده لينز لما المجال بيزيد نحو الداخل، شو بده يعمل هذا الملف الدائري؟ بده ينقصه، فبيولد مجال مغناطيسي معاه ولا عكسه؟ حسب قاعدة لينز رح يولد مجال عكسه، يعني لوين؟ للخارج. إذا حيتولد مجال مغناطيسي للملف اللي هو المجال تبع الملف نفسه الدائري للخارج، عشان يقاوم الزيادة في التدفق في المجال الخارجي الموجود، فبده يتولد عندي مجال نحو الخارج، بده يكون اتجاه التيار بهذا الشكل، حيتولد تيار حثي هيك. لتيار حثي هون معناها انه في مجال كهربائي تولد داخل الملف واللي بيحرك الشحنات بهذا الاتجاه. اذا رح يكون في عندي ايش هون؟ الكتريك فيلد اي. هي وين موجوده؟ داخل الملف نفسه. هلا هذا الالكتريك فيلد اللي داخل الملف هو اللي قاعد بيعمل ورك. طيب احنا بنعرف هلا من شابتر 25 انه الورك هو عباره عن كيو في دلتا في، كيو ضرب دلتا في اللي هي فرق الجهد. احنا الجهد اللي عندنا هون اللي هو احنا بنعبر عنه بالاي بالالكتروموتيف فورس، وبالتالي الورك حيكون عباره عن كيو في الاي. هذا الورك اللي هو ايش راح يساوي؟ راح يساوي كيو. هسه فرق الجهد دائما ايش بيساوي؟ بيساوي اذكركم فيه، دلتا في بتساوي اي ضرب ال. لو كان عندي انا مثلا سلك هيك وطوله L، فرق الجهد بين الطرفين هو الـ E اللي جواته ضرب الـ L اللي هي طوله. في مسألتنا إحنا الملف الدائري الإلكتريك فيلد داخله موجود، لكن الطول هو محيط هاي الدائرة، فراح يطلع عندي هون إيش؟ E
مضروبة في إيش؟ مضروبة في 2 باي R. هلا لو اختصرنا الإي مع الإي راح يطلع عندي إنه إي تساوي اللي هو المجال الكهربائي يساوي إي اللي هي بنجيبها من قانون فاراداي مقسوم على 2 باي R. خلينا هسا نعوض مكان الإي من هون. شو راح يطلع معنا؟ ناقص 1 على 2 باي R، هاي اللي هي نفسها السالب جبناه من هاي N في الاريا. بما اني بتكلم عن هذا الشكل هنا اخذ مساحه الدائره اللي هي باي ار تربيع ضرب دي بي باي دي تي. طبعا راح تروح الار اللي تحت والباي مع الباي والار اللي فوق، فراح نوصل بالشكل النهائي انه اي تساوي ناقص ان على 2 حيث ان هي عدد اللفات مضروب في ار مضروب في دي بي باي دي تي. اوكي تمام. لو ابقينا على الشكل الاصلي زي ما هو واخذنا الاي هي اي في دلتا ال، ممكن نحصل على علاقه عامه بصيغه هيك عامه انه التكامل على المسار المغلق اي دوت دي اس، حيث دي اس هي طول الجسم طول الشكل بس اذا كان متغير على شكل تكامل، يساوي ناقص دي فاي باي دي تي. طبعا هون في عنا دائما ايش ان بينسوها ناقص بيعتبروها دائما واحد. هاي العلاقه هاي اللي هون هي نفس هاي العلاقه اللي هون بدون الكيو. اي دوت دي اس يعني اي ضرب الطول المسار المغلق الملف الدائري اللي حكينا عنه، هذا الملف الدائري. يعني بقدر هاي ايش كيف اكتبها؟ اي دوت هيك دلتا ال او مقدار الطول يعني طول الجسم اللي هي هاي اي في المحيط الدائره بيساوي اي اللي هي ناقص ان في دي فاي على دي تي بشكل عام، والدي فاي طبعا زي ما شفنا بنعوض قيمتها. هذا ايش هاي الاي شو بنسميها؟ الاي طبعا اللي هون هي induced electric field، مجال الكهربائي الحثي الموجود داخل الملف. هلا في تطبيق على هذا الحكي اللي هو مثال رقم 7 في الكتاب example، مجرد ما نحله بنكون هيك خلصنا الكلام عن chapter 31. example 31 7 صفحة 948 48. مثال بيحكي لنا انه في عندي ملف لولبي في تيار كهربائي قاعد بمر فيه، حيث هاي الاي تعتمد على التايم متغيرة مع الوقت. هاي المسافة اللي هون اللي هي الراديوس ار كابيتال، راديوس الاسطوانة اللي السلك ملفوف عليها. فالسؤال بيحكي لي انه في عنا لونج سولونويد ملف لولبي طويل الراديوس تبعه ار، والنمبر اوف تيرنز بير يونت لينث اللي هو ان سمول، يعني عدد لفاته في كل متر اللي هي ان سمول. يعني هاي اللي اذا تتذكروا هي ان الكليه على ال اللي حكينا عنها. And carries a time varying current. Time varying current يعني تيار متغير مع الزمن، اذا هذا مش تيار ثابت. That varies sinusoidally as i تساوي i max cosine omega t. كلمه varies يعني يتغير، sinusoidally يعني بشكل اقتران سايني، sine او الكوساين function. يعني يا بيكون ساين يا بيكون كوساين، بسموه دائما ساينوسويدالي. as i تساوي i max في كوساين اوميجا 2 كوساين اوميجا تي، i تساوي i max في كوساين اوميجا تي. لما تي تكون صفر في بداية تشغيل اغلاق المفتاح، تي صفر كوساين الصفر واحد بتكون الاي ماكس. لما تي بتساوي مثلا
اي رقم ثاني بنعوض بنحسب قيمه الاي كم راح تساوي. اوكي where I max is the maximum current and omega is the angular frequency of the alternating current source. يعني معطيني قيمة الأوميجا والآي، هذولا ثوابت معطيين بالسؤال، لكن انتبهوا السؤال معطى على شكل إيش؟ على شكل رموز. يعني الآي ماكس معطى، أوميجا معطى، والمتغير هو التي. لأن مطلوب determine the magnitude of the induced electric field outside and inside the solenoid. يعني لما تكون R small أكبر من R capital أو R small أصغر من R capital، شو مطلوب نطلع؟ مطلوب نطلع قيمة الإلكتريك فيلد شو بتساوي. تمام. أوكي نحكي في هاي الحالة الـ E بتساوي ناقص D phi by DT. يعني لو فرضنا بدناش نشتق زي ما اشتقينا قبل شوي، نبدأ في السؤال من أول، ويساوي ناقص d by dt. ايش هي الفاي؟ الفاي هي طبعا احنا بنعرف انه راح نتيجه هذا المجال المغناطيسي، هذا التيار الكهربائي، راح تولد مجال مغناطيسي. هلا هذا المجال هو اللي بيعمل تدفق عبر الحلقه اللي هو بده اياها، سواء كانت هيك او كانت الحلقه هيك صغيره. هاي اول واحده راح نحلها لما تكون قيمه الار سمول، هاي ار سمول. أكبر من R capital، وتاني واحدة لما تكون R small إيش مالها؟ R small أصغر من R capital. نشوف تدفق خلالها. مرور تيار كهربائي رح يولد مجال مغناطيسي يخترق هاي اللفة اللي هو افترض لي إياها، فهو بيحكي لي احسب مقدار إيش؟ مقدار المجال الكهربائي اللي حيتولد هون في حالة إنه تكون R small أكبر من R capital أو R small أصغر من R capital. فإحنا بنقول E تساوي ناقص d phi by dt، اللي هي رح تكون هلا الفاي هي المجال المغناطيسي ضرب الاريا. طيب هل المجال المغناطيسي، المجال هو المجال المغناطيسي الناتج عن ملف لولبي زي ما شفنا في شابتر 30. ايش هو المجال الناتج من ملف لولبي؟ هو ناقص d by dt لا ميو نوت في ان سمول في اي في التيار الكهربائي المار في السلك. هاي هي البي لحالها. طيب والاريا شو هي؟ الآن الأريا اللي بمر فيها مجال مغناطيسي في حالة إنه R small أكبر من R capital هي المنطقة من عند السنتر، من عند الصفر لعند R capital فقط. المنطقة اللي هون هي صح داخل اللفة اللي هو طالبها مني، لكنها ما فيها أصلا مجال مغناطيسي. البي رح يكون فقط داخل إيش؟ داخل الرول فقط من صفر لحد R capital. لذلك لما نأخذ الأريا رح نأخذ إيش؟ رح نأخذ باي مضروبة في R تربيع، R capital تربيع، لأنه من R capital لعند R small ما في عندي مجال مغناطيسي، ما في B، فالأريا المعرضة للB للمجال هي by R تربيع، مش by R small تربيع، by R capital تربيع. أوكي ويساوي ناقص هلا ميو نوت وإنه A وباي وR تربيع ثوابت، المتغير الوحيد هو I، فبصير ناقص ميو نوت في N في I. سوري حكينا الاي ثابت، باي خليها هاي باي في ار تربيع في دي اي باي باي دي تي، لكن الاي معطى في السؤال هو اي ماكس في كوساين اوميجا تي، خلينا نعوضه، ويساوي ناقص ميو نوت في ان في باي في ار تربيع، مشتقة الاي مشتقة الكوساين هي ماينس ساين، رح يكون ماينس اي في ساين أوميجا تي، طبعا مضروب في أوميجا، مضروب في أوميجا، رح يصير هيك ماينس آي ماكس في الأوميجا في ساين أوميجا تي، هاي كلها دي آي باي دي تي. إذن على إيش حصلنا؟ حصلنا على إي تساوي ناقص ما ناقص رح تصير زائد ميو نوت في إن في باي في أوميجا في آر تربيع في اي ماكس في ساين اوميجا تي. تمام تمام اوكي، هاي هي الاي. لكن لاحظوا المطلوب هو مين؟ المطلوب هو الالكتريك فيلد. هلا شو بنقول؟ اي ضرب الطول نسميه دلتا ال، شو بيساوي؟ بيساوي هاي الاي. شايف اتفقنا؟
اللي هي كتبناها هون اللي هي هاي اللي هي هاي اي في الطول بتساوي ناقص ان دلتا فاي او دي فاي اللي هي عبارة عن الاي الالكتروموتيف فورس. هاي هي الاي احنا طلعناها هون. اذا اي راح تساوي هلا الدلتا ال اللي هي ايش طول المسار اللي انا بدي احسب الالكتريك فيلد فيه اللي هو ايش اللي هو محيط الدائرة الاسود لونها اسود اللي هي 2 باي في ار سمول 2 باي اللي هي الدائرة اللي انا افترضتها. احنا هون عوضنا ار كابيتال لان انا بتكلم عن المجال المغناطيسي المجال بس لحد ار كابيتال بس اللفة تبعتنا اصلا انا ماخذها لها ار سمول اكبر من ار كابيتال. اذا دلتا ال هون راح تكون 2 باي في ار سمول بتساوي إيه اللي هي الحكي هذا كلياته اللي هي ميو نوت في ان في باي في اوميجا في ار تربيع في اي ماكس في ساين اوميجا تي. تمام هلا الباي راح تروح مع الباي فراح نحصل بالاخير انه اي هذا الحكي وين اوتسايد راح تساوي ميو نوت في ان في اوميجا في ار تربيع في اي ماكس مقسومه كلياتها على 2 ار مضروبه في ساين اوميجا تي. هذا لما ار اكبر من ار كابيتال. طيب لما تكون عندي هلا ار هاي ار اصغر من ار كابيتال المجال المغناطيسي اللي راح ياثر راح يختلق هاي اللفه الصغيره راح يكون فقط من صفر للار سمول لانه لو اخذنا بعد الار سمول في مجال مغناطيسي لكنه ما بيختلق هاي اللفه فانا بدي المجال اللي بيختلق اللفه هاي وبالتالي راح نوصل على نفس الحل نفس التعويض تماما نفس التطبيق 100% لكن لما نيجي نعوض المساحه المعرضه لخطوط المجال راح تكون بس ايش من صفر لار سمول زي الحاله الاولى المساحه المعرضه لخطوط المجال كانت بس من عند السنتر من الصفر لعند صفر يعني المركز من الصفر لعند ايش لعند ار كابيتال فقط برا ما في مجال هون من الصفر لار سمول بعد الار سمول في مجال بس هو ما بيخترق هاي اللفه تبعتنا فباخذ المجال المغناطيسي مساحته بس من عند الصفر لعند الار سمول فاذا راح يكون نفس الحل 100% بس بدل ار كابيتال شو بحط هون بحط هون ار سمول فبيطلع عندي هون ار سمول ار سمول هون ار سمول هون ار سمول هاي ار سمول تربيع هاي ار سمول طبعا زي ما هي ار سمول تربيع مع الار بتروح شو راح يصفي عندي ار سمول بس في البسط لحالها. اذا راح نحصل في الحاله الثانيه على نفس الموجود فوق يعني راح نحكي نحط عليها هاي عشان راح نحكي اي انسايد لما تكون ار اصغر من ار كابيتال راح تكون نفس القانون اللي هي ميو نوت في ان في اوميجا في اي ماكس لكن ار سمول تربيع على ار سمول يعني ار سمول وحده فوق مقسومه على 2 الار سمول اللي تحت راحت مضروبه في ايش في ساين اوميجا تي. اوكي هيك بيكون شابتر 31 انتهى. نشوفكم الشابتر الجاي ان شاء الله. يعطيكم العافيه.